مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من منطقة الجرف بمدينة نسكان. كما كتشوفوا قصة خطيرة جدا وصادمة بكل ما تحمل الكلمة معنى، بعدما يعني تحولت حياة أسرة لجحيم بسبب يعني الزوجة ديال واحد السيد يعني اللي حاولت يعني قتل ابنتها عن طريق الخنق، ووجه يعني استغاثة للسلطات، إلا أن يعني الشكاية ديالو لم يتم إعارتها أي اهتمام بطبيعة الحال. كما كتشوفوا شوفوا يعني المنزل كيف تحول يعني إلى فوضى عارمة بسبب هذه السيدة التي تعاني من خلل عقلي وتعاني من مرض نفسي، والزوج ديالها اليوم يعني استغتب قناة الشعب بقناة شوف تي في باش انه يوجه نداء للسلطات بعدما كاد يفقد احدى البنات ديالو، بعدما يعني حاولت الام ديالها خنقها وقتلها، وايضا ان هذه الام حسب ما يقول يعني الزوج ديالها بانها تهدد كل من يقترب منها باستعمال السلاح الابيض وتهديدهم يعني بين الفينة والاخرى. اليوم يعني حلينا هنا بالمنزل باش اننا نوصلوا النداء ديالو للسلطات والناس المعنية بالامر، وغادي نعطيوه بطبيعة الحال الكلمة باش يقربنا يعني من هاد الحياة اللي ولات يعني جحيم في النظر ديالو بعدما الزوجة ديالو أصيبت ب وبقات بقات تما تنفجرات، من انفجرات كتخرج تما للسوق تما عندهم كتسول، ما رضاوش جابوها لحوليا هنايا، هرست لي الباب التحتاني، هرست القفوله، شدات البنت خرقاتها دخلت الكابينه، كيفاش خلقت؟ عاود لينا القصة ديال البنت. شدات البنت دخلت الكابينه خرقاتها بغات تقتلها، سير سير كمل. عاود لينا كيفاش خلقت البنت. دخلت الدريه للطواليت وسدات عليها وخرقاتها، جا ولدها من الفوق تاه هود حيدها ليها نزلها لتحت، الدريه ما طلعتش قدها تمشى، الجار ديالنا خرج الطوموبيل هزنا المستعجلات ومشات دار الحيحه تما في المستعجلات، رجعت تاني لهنايا جات كتهرس تاني في البيبان، هرسات القفوله، هرسات الباب، هرسات الباب، الصباح ناض كتطلب تجمعات فلوس، مشات للقلي عند ولد اختها معلم استاذ، جا جابها طلعوا حلوا لي الماريو ديالي، هزوا لي الوراق ديالي، هزوا لي فلوسي، هزوا لي كل شيء. دابا انا ما بقى عندي ما ناكل اليوم، اليوم ما ناكل ما عندي اليوم، كتهز عليكم انت والجناوه كتهز علينا الجناوه، كتقول لهم اذا طلع انت غادي نقتلو. الدري كيهرب الفوق، جوج مرات جوج محاولات ديال الانتحار بغا يدير الفوق، ها الجيران شاهدين، راه الجار اللي هبطوا من عنده قال لك انا ودي هاد السيده وشوه هنا، اللهم نهني الحياه ديالي. الدري قلت كان صبر فيها، ما خايف على الدريه، الدريه داتها للبلاد دروكا 3 ايام هذه ولا 4 ايام هذه من قطر المدرسه، جابتها ثاني البارح، ها هي اللي ثاني خرجت كتسول بها ثاني، مش كتسول بها، اللهم ان هذا منكر. يعني حنا الحياه ديالكم ولات مهدده ياك؟ نعم الحياه ديالنا ولات مهده، كوميسيري في روسهم، كل شيء في روسهم. حنا دابا حنا درنا الشكايه، لا توقع شي حاجه، ملي توقع شي حاجه غادي يقول لك انت اللي درتي، علاش ما بلغتيش؟ حنا بلغنا، ما كاينش واحد اللي جاوبنا، حتى واحد ما اللي جاوبنا ما كاينش. انا خايف على ولادي، خايف على، انا خايف على دوك الولاد، انا حتى انا بغات تقتلني غتقتلني، انا ميت ميت. انا لا بغات تقتل، انا لا بغات تقتل غتقتلني، هادو راه قاتليني شحال هادي، هي راه قاتليني شحال هادي، راه جات هي ولد اختها، راه خواو لي الماريو ديالي، هزوا لي الوراق ديالي، ما خلاو لي باش نتعشى لي، لا ما عندي، هزوا الرحيل، هزوا سميتو، حتى هزوا داكشي اللي بقاوه، الشرط جابوهم، المو عندي قاتلهم الزق، قال لك هذا اش كتشوف اسيدي، راه انت كتشوف ها الماريوات خوا، كلشي خوا، كلشي لاحتو، هيا كلشي لاحتو، كلشي لاحتو، من المواعن، من المواعن، الدريه بغات تمشي غير المدرسه، ديت بغيت ندي المدرسه البارح، كتقلب على الطابليه ديالها، كتقلب على الحوايج ما لقاتهم، حياتي ولا جحيم، كتلح الحوايج باش ترجم تما، اللي دات كتقول له هز، مشاو الجاكيطات ديالي، مشاو السراول ديالي، مشاو الصباط ديالي، كلشي مشى. هذا المرأة عندك يعني ما كانش هكا؟ ما كانش هكا اسيدي. شحال انتم مزوجين؟ حنا مجوجين 35 سنة، هادي حنا مجوجين. كيفاش كانت حياتكم؟ حياتها بين وبين قبل ما يدخلوا هاد خوتها، خوتها هما اللي خرجوا عليها، كيدخلوا بيناتنا ديما الصداع، ديما المشاكل، ديما الصداع، ديما المشاكل، تمر ملي مرضات بالسرطان هربوا منها، انا كنهزها بعت عليها اللي قدامي واللي ورايا باش تعالجها، باش كنعالجها، دينا لمراكش ما خلينا فين دينا، دينا لالا سلمى ما خلينا فين دينا، السبيطارات انا تابع بالطبه من الدار البيضاء، الدار البيضاء الطبه ديال بغا الناس الشهاده ديال الاطباء ديال الدار البيضاء تجيبهم، ملي ولات شويه جات اختها داتها، خوتها داوها حيدوا لها التليفون، قالت لي اما هنا مال هي،
حيدوا لها التليفون، بقات كتجمع كتجمع حتى انفجرت. ملي انفجرت، ملي ولات كتسول تما في السوق كدير لهم الشوهه تما وكدير لهم سميتو، جابوها لها حوالي، جابها ولد اختها، دخلوا هرسوا الباب ديال تحت، قالوا لعباد الله راه هز لي حوايجها، دخل عباد الله حتى شافوا فيه جبانطات، علاش كان الناس يلاه دابا شوفهم. انا هربت منها باش ما تقتلنيش، خليت لها كلشي هنايا، كتهز عليا جنويه تقول لي من دخل هذا نذبحو ندوزو عليه. ودخلوا هرسوا لي الماريو ديالي، هزوا لي الاوراق ديالي، هزوا الورق ديال الدار، هزوا لي فلوسي، هزوا كلشي. الدريه ها الفيديو دابا عند الدري، ها الفيديو عند الدري، غادي يعطيه لكم. راه الساروت حل الباب، راه حل الباب، حل الباب، اللي حلات الباب دخلت الدريه، دخلت الكابينه، علاش ما سمعش ليها، دخلت الكابينه خلقتها. ملي الدري سمع الدريه كتغوت وكتبكي، هود حيدها ليها بزز، دفع ديرها عليهم، خلص الضو والماء، الضو كتشعل من الصباح حتى العشيه، الماء كتقرب يعني كتلقوا حتى الصباح. والله 400 درهم دابا خلص غير البارح في الضو، غير الضو بوحدو. يعني حياه ما بقيت، حيت انا كنفضل الموت على هذه الحياه هذه، كنفضل الموت على هذه الحياه هذه. هذه الحياه ديالي، ولا رضيت هذه اللي درتو، راه كاع البيبان دقيتهم هما يتحملوا المسؤوليه ديالهم، الا ذبحات شي واحد من ولادها، ولا طاح شي بلاصه، هما يتحملوا المسؤوليه ديالهم. انا وجهت النداء، ما كانش باب اللي ما طرقتو. خوتها عيط عليهم، قلت لهم الله يجزيكم بخير، اجي وديوا السيده تعالج، انا مش واقف معكم، راه ما بغاش يمشي معايا بوحدي، حتى واحد ما بغى يوصلني. خوها راه كيصوب السنه في تباها، معروف خوها في السويد، معروف خوتها وفاميلتها وعمامها، لاباس عليهم، راه عندهم باش يداوي، عندهم باش يتكفلوا بها يداوي بها، ما بغاش، ما بغى حتى واحد، غير يجيو معايا انا نمشي معاهم للسبيطار ديال المخزن يداويها فابور. انا خاف لا توقع شي كارثه. انتم اخواني الكرام، كما سمعتوا هذه القصه المؤلمه جدا لهذا الزوج، يعني اللي تحولت لحياته للجحيم كما كتشوفوا، يعني فوضى عارمه كما كتشوفوا هذه الزوجه ديالو اللي حولت البيت يعني لواحد فوضى عارمه، وتهددهم باستعمال السلاح الابيض، يعني الحياه ديالهم اصبحت في خطر. وكاين شد السلطات هنا على مستوى عمله انزكان يتملول باش انهم يدخلوا على الفور قبل وقوع كارثه لا قدر الله، وتكرار سيناريو طفل بودني بنواحي الرشيديه اللي انهى مختل العقل الحياة ديالو بعدما ذبحه من الوريد إلى الوريد كما سمعتو. فكادت يعني الابنة ديالو في لحظة من لحظات أنها تمشي ضحية الأم ديالها اللي كتعاني من مرض نفسي، بعدما دخلت يعني المرحاض ديال المنزل وحاولت أن تخنق أنفاسها لولا تدخل الابن ديالها في آخر اللحظات وأنقذها من موت محقق. اليوم الزوج يعني كيوجه النداء ديالو وكيحمل المسؤولية لكل المسؤولين هنا بإنزكان يتملول، عملة إنزكان يتملول باش أنهم يدخلوا على الفور باش ينقذوه من هذا الجحيم، ويتم يعني إحالة هاد الزوجة ديالو على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية هنا بإنزكان، لأنها تشكل خطر كبير على نفسها وعلى حياة الجيران ديالها كما شفتوا معنا. يعني شوفوا الحالة فاش ولا المنزل، يعني فوضى عارمة. وكنتمنى أن الرسالة